صراحة حاليا أجواء القرية نفس ما كانت نفس المواسم اللي راحت. اللهم كمام تباعد والفحص اللي يكون عند الباب، وما شاء الله الماشي الأمور 100% تمام، والناس ما شاء الله متباعدين، وفي العروض في مساحات بين الناس، يعني حاطين المسافات بينهم، يعني الحمد لله الأمور طيبة نفس المواسم اللي فاتت. يعني بالمناسبة للاحترازات اللي كانت موجودة بالقرية السنة هاي كثير كثير ممتازة، يعني من ناحية الأمن، من ناحية التباعد، من ناحية مداخل، يعني كامل في وقاية كثير 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 ممتازة كانت يعني موجودة بالقرية، يعني مش زي كأي سنة كانت القرية، يعني السنة كان فيها تباعد كثير وكل إشي ممتاز، الناس الزوار متفاهمين الوضع، تباعد كامل، الكمامة دائما يعني محترزين فيها، الأمن يعني مسيطرين على كل إشي تمام كان. طبعا السنة هذه تختلف عن السنوات الماضية، السنة هذه في جائحة كورونا، وإدارة القرية ما قصرت مشكورة بتنظيم الإجراءات الاحترازية حسب الشروط اللي معمول بها، به تنظيم عملية الدخول، تعقيم لبس الكمامات، التباعد الجسدي بين الأشخاص، وكانت يعني القرية ما في أي يعني أي ارتباك بسبب جائحة كورونا. والله ما شاء الله، هو في ما شاء الله كتير منيح الإجراءات الاحترازية، يعني ماخدين وقاياهم كتير منيح، يعني أول ما تفوت في كشف حراري، في الهايجين، النظافة، وكل شيء تمام يعني ما شاء الله، وكمامات باستمرار، كل الناس عادين السكيورتي كل شوي يعني يهتم بهذا الموضوع، إنه يعني الكل يكون لابس كمامات وكل شيء يعني.